تتكلم في الحكومه نعمل شنو؟ على فكره السودان ده ما حكومه، يعني انت الليله ممكن تعمل حاجات كثيره وتظهر بها السودان. يا اخي اديكم ابسط مثال، طلحه نور الجليل الزول ده بيعمل فيديوهات بيصور في كنبه كويس، بيقول معلومات عن السودان وحقائق تاريخيه عن السودان، والله العظيم شيء يشرف بحاجه بسيطه، ما مسك الحكومه برضه قلب ضحك في الحكومه، يتكلم عن بلده. يعني بصراحه طلحه يعني شغله اتطور، يعني بقى ما انا ما حتكلم، خشوا شوفوه، شوفوا فيديوهاته كويس واحكموا انتم بنفسكم. الصارمه الصارمه والنقوه والشهامه هو 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 وصلنا لنا الشرد عيب وشينا عيب وشينا الشرد عيب وشينا الراجل الحبش والجمهور بمش الجمهور بمش يخلي زمعة علينا.